اهلا بكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. النهارده جايب لكم لعبه فري فاير. بس في الحقيقه يا جماعه الجيم يعني لعبت جيم حلو، بس حصل معايا حاجه مستفزه جدا في الجيم خلتني قررت امسح لعبه فري فاير ده خالص. عايزين تعرفوا ايه الحاجه دي، تابعوا الفيديو وهتكتشفوا ان انا عندي حق يعني في الكلام ده. ماشي، هنزل برضو برازيليا يا جماعه زي ما بنزل. انا هلبس الاسود ده. لو اعرف اخش من الفتحة اللي فوق دي. لا صعب صعب، مش مشكلة مش مشكلة، اخش بسرعة بسرعة بسرعة. لا اهم حاجة السلاح قبل الصحة، سلاح قبل حتى الصحة. مش مسدس، لا بس مش مسدس يعني. ايه ده ايه ام بي 5. اوكي اوكي اوكي، شغال شغال في البداية، مفيش مشكلة. حل وسباز شوتجن اللي هي السباز شغالة برضو. وخوذة اهي، خوذة ليفل واحد يا جماعة. ايه ده، اتنين خوذة ليفل واحد واتنين وتلاتة، يعني انا اخد اتنين وبعدين اخد تلاتة مثلا. ظريف انا ظريف. تخيلوا لما تلاقي خوذة واحد واتنين وتلاتة مع بعض. يعني ده بيبقى رزق والله. طيب طيب ماشي يا جماعة، انا لغاية دلوقتي اللوت بتاعي مش حلو صراحة. لا اللوت مش تمام خالص. هنا في ايه؟ جرينيد، شنطه ليفل واحد. انا اصلا معايا شنطه ليفل واحد. متكت ماشي لغايه دلوقتي، مفيش حد كويس. سيبونا لوت براحتي الله يكرمكم. ده ايه بقى ان شاء الله؟ ده سلاح ايه الان؟ لا لان ده خرب بيت وسلاح زفت، ممكن اخده وخلاص. هو شبه هو شبه الاك بس ضعيف، يعني ضعيف جدا بالمقارنة بالاك. طيب قومو قومو ولا برسيل. ظريف انا ظريف، انا عارف انا عارف انتوا مش محتاجين تقولوا لي، انا عارف انا اوه تعالى لي افجر في البنزينة دي، ايه رأيكم؟ والله حلوة. الولا الولا بيلف وراي، بص في ايه، تلاقى بوم. بنزينة بوم. والله حلوة ملعوبة. قولوا رأيكم يا جماعة في الكلاية دي، عشان كده تاني مرة اعمل الموضوع ده. انا بقى المفروض اخلي بالي ومقفش جنب ايه جراكن البنزين دي، عشان ما يتعملش فيا نفس الحركة دي. ايه ايه ايه، بتمشي لوحدك ليه؟ يعني في ايه يا جدعان؟ حلو، معايا شنطة ليفل اتنين. اوكي طيب الصح ده انا عايزه. لا مش عايز الجردل، مش عايز الجردل. يعني انا عشان استخبى البس جردل في دماغي ليه؟ مش فاهم انا يعني ايه ده، يعني ايه ده الفامس. اهلا وسهلا. طيب يبقى السلاح التاني ام بي 5 ماشي، يعني ام بي 5 من قريب. ايه ده، ايه الدايمون هيلمت؟ لا دامج هيلمت، لا انا طب انا مش عايزها. ايه ده، انا لبست دامج هيلمت يا جدعان. طيب في واحد، هاتو فين ده، في صوت. هلبس دامج هيلمت اعمل بقى ايه يعني؟ خش خش استخبى بسرعه لان ده معاه عربيه ممكن يدوسك. خش كده هنا، ايوه فين الاخ ده بقى؟ ايه ده، ابعد انا بقى عن الجيركن احسن يفجرني. ممكن اللي انا بعمله في الناس يتعمل فيا، فانتوا فاهمين بقى. انا محتاج اخد واحده صحة كده في ايه ده، في حد ضرب حاجه، عايز اخد صحة بسرعه. ايه ده، حاجه جت طياره يخرب بيتها. الطيارة اللي بتكشفنا كشفت لي مكان اتنين لعيبة، فينهم؟ مش عارف في ايه بصراحة. ايه ده؟ لا ده مش واحد، في ضرب هنا. انا خايف اروح البيت ده بصراحة. خلصوا على بعض ولا ايه؟
اوه موتوسيكل. تعالى كده تعالى اجيبك. انفجر انفجر. مات؟ ما ماتش ازاي؟ ايوه كده حلو حلو. ما ماتش ازاي العربية انفجرت فيه ازاي يعني؟ في حد بيقرب تقريبا. بس اوه واحد عند الشجرة. اوه اطلع يا ابني، اطلع من ورا الشجرة حبيبي. ده شافني ازاي ده؟ طيب هنفضل كده. انا دمشته جامد بس. اطلع اطلع من هنا. باي. ده حط تلج، كان المفروض اضربه بالفامص مش بال. ايه ده؟ اهو هنا هنا. ايه ده؟ هرب. باي ده هرب، حط تلج وهرب يا ابن الايه. هيرجع لي بس. ايه ده هو بيمشي بسرعة كده؟ الهاكر ولا ايه؟ وهيكون في اللعبة دي كمان فيها هاكرات. ايه ده اهو؟ انفجرت بس ما ماتش. ما ماتش ازاي؟ ما ماتش ازاي؟ مقفرة اوي. انا حاسس ان اللعبة مقفرة اوي يعني، مش معقول كل ده طلق وما ماتش لسه كده. ايه ده؟ في زون اخد طلق بدل اللي مش. اوه اوه الزون. اوه اوه الولا 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 بيضرب بس منين مش شايفه. اوه في الشباك. يخرب بيتك يا ابني كل ده متش. ايه ده يا جدعان؟ ايه ده يا جدعان؟ ده حاطط ايه ده؟ خوذ اربعة ولا خوذ ستة ده ولا سبعة ولا ايه ده؟ يا 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 ايوه ايوه هي دي البت اللي كانت هربت. هي دي. عاش. عايز طلق سنايبر انا. ايه ده؟ امبر بعينه اهو، هاخده بقى وخلاص. لانها هتعارك من قريب دلوقتي. طلقات بسرعة. طيب طلقات. ايه ده؟ ايه التجمنت جن ده؟ بس انا معيش طلقات كتير للأسف، دي مشكلة. خلاص انا هاخد الامسكستين ده لان انا معيش طلقات لل. اوبا اوبا حد بيقرب يقرب. طقوا الزنا تقفل قدام. طب الدروب ده مفيش حد عنده. ايه ده؟ ايه ده؟ قنبلة قنبلة. ايه ده؟ حد حط لي قنبلة. طب ده يبقى فين؟ اجري اجري يا فادي، اجري اجري يا ابني، اجري يا ابني. ايه ده؟ الجبل مش عارف اطلعه. ايه ده يا جدعان؟ مش عارف اطلع الجبل. انا اتزنقت. ايه ده؟ طلع كده. لازم اعمل زجزاج يعني. طيب ماشي، مش عارف اطلع برضه. هموت هموت في الزونه يا جدعان. في حد طلع ورايا. انا هجري هجري، مش هعرف اعمل حاجه. هجري، انا مش عارف اطلع حتى فوق. مش عارف اطلع بالنط تقريبا. هموت هموت خلاص. ايه ده؟ لما انا مت هو كسب. ايه ده؟ جولد اي في. انا فكرت البلاتينيوم. ايه ده؟ هو الجولد كام رانك؟
وزي ما انت شفتوا يا جماعة، يعني بجد حرام، يعني انا مت في الزون وما كانش فاضل الا واحد، يعني حرام ان انا اطلع التاني عشان مجرد ان انا مش عارف اطلع الجبل. الجبل مش عارف اطلعه، وطلعت التاني عشان مش عارف اطلع الجبل، مش عارف اعمل ايه، الجبل عمال انط مش عارف اطلع خالص. بس كده يا جماعة، لو الفيديو عجبكم يا ريت عايزين 5000 لايك على الفيديو ده. بس كده، وشكرا جدا لكم، على لقاء اخر في فيديو جديد.